ياسر جلال يقدم عملا من طراز خاص في رمضان. تم تغيير اسمه من ألف ليلة وليلة لجودر. الشركة المنتجة للعمل اتخذت قرارا صادما بشأن موعد العرض. ينافس الفنان ياسر جلال في رمضان 2024 من خلال مسلسل جودر، ويقدم خلاله واحدا من أشهر الشخصيات التاريخية، حيث يلعب خلال أحداث العمل دور شهريار. يشارك ياسر في هذا العمل عدد كبير من صناع الفن، أبرزهم ياسمين رئيس التي ستقدم دور شهرزاد، ووالدها قمر الزمان سيكون الفنان محمد التاجي، وستقدم هنادي مهنا شخصية حورية البحر. أما أحمد بدير فسيجسد دور واحد من أعيان دولة المغرب. وعلى ما يبدو أن أحداث هذا العمل غنية بالأحداث والتفاصيل المميزة، ولذلك قررت الشركة المنتجة عرضه على موسمين. سيكون الأول منهما في رمضان 2024، أما الموسم الثاني فسيكون في موسم رمضان 2025. جمهور ياسر جلال أكدوا على حماسهم لهذا العمل، خاصة وأنه لون جديد لم يقدمه من قبل في مشواره الفني. ياسر جلال أصبح واحدا من نجوم الدراما الرمضانية الأساسيين، وذلك منذ عدة سنوات، وتحديدا بعد نجاحه وتألقه في مسلسل ظل الرئيس. ومنذ هذا الوقت وأصبح متواجدا كل موسم رمضاني بأعمال تزيد من ثقة الجمهور في أدائه وموهبته.